شكرا للاخوه الحاضرين، شكرا للقناه، للاكاديميين ولرجال الاعلام والصحفيين والصحفيين الجدد والصحفيين القدامى، شكرا لكم على هذا الحضور ديالكم. تحملتوا بالشقاء وجيتوا باش تكرموني، ولكن كتكرم في شخصي الصحافه والاعلام المغربي. شكرا لكم، وكنت مقلا في الحضور في مثل هذه اللقاءات، ولكن جات الدعوه، جات من عند الدكتور الخلاقي سيدي عبد العزيز، وجات من عند الجمعيه ديال العرفان، ورمزيه المكان والمناسبه الحاليه اللي كيعيشها الشعب المغربي خلتني انا اسارع لان احضر الى هذا المجلس الرفيع ديال هذه المجموعه من الشباب المقتدر والكريم. شكرا لكم مره اخرى، كفيتوا ووفيتوا، وجوانب كل هذه غادي يمكن نهضر فيها، تكلموا فيها الاخوان الاكاديميين، تكلموا فيها الصحفيين. عطيتوا الفرصه والتجميع سيدي عبد الرحمن، كنت اقول بواجبي التحديات، اذا ما كانش التحديات ما غادي يمكن شيء، تكون الانتصارات. الحمد لله النجاح، اذا كان هناك نجاح فتشوفوه نجاح، راه هو نجاح لي ولهذه المجموعه الاعلاميه. مره اخرى كنقول لكم شكرا. المناسبه اللي خلاتني نجي قدكم هي الصف الكبير من جيل حسن الثاني اللي كيتقام في المحيط ديالو في المكتبة الوطنية، هذا التكريم مش جيل حسن الثاني. حسن الثاني وما أدراك بالحسن الثاني، حسن الثاني عاش ملكا ومات ملكا. حسن الثاني خلى البصمات الكثيرة ديالو اللي مازال وكأنه حاضر معنا إلى اليوم. المناسبة الأخرى وهي التي توازي هذا التكريم هي الاحتفال بالمناسبة العزيزة بالذكرى الغالية اليوبيل الفضي ديال 25 سنة ديال اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله على عرش إسلافه المنعمين. ما يميزني أنني توجت مساري الإعلامي بخاتمة مباركة، وهي أنني تغطيت الأنشطة الملكية طيلة هذا المسار، وهذا يعني مكسب لي ومكسب لجميع الصحفيين الذين يشاطرونني المحبة وصدق المشاعر لجلالة الملك والأسرة العالمية الشريفة. تغربية تعلمناها في الإعلام، كنا دائما مغاربة مؤمنين بشعار الخالد، قلت رغم التحديات شعار الخالد الله الوطن الملك والسلحوية، لأن الجمل شوية مشكة والتعبير شوية لأنه قلت كل شيء. جزاكم الله خيرا، شكرا لكم.